Muhterem seyircilerimiz, bugün Nurman gün değil. Bugün gözleri ağlatan ve kalbi inciden gündür. Bugün İmam Hüseyin'in aleyhisselamın tahir ve temiz cesedinden kan aktığı gündür. İzleyin bizi. Kurban olam Hüseyin'e, fida olam Hüseyin'e, kerrar olma Abbas'a. Ben Abbas'ım, kerrar oğlu Salman'ım, Hüseyin'im. El ayak kesilse menden Salman'ım, Zeynep'im. Yezide beyat vermenem, ben bırakmam dinimi. Düşman vursa, atlar bassa, düşman vursa, atlar bassa, ben Salman'ım Hüseyin'e. Kurban olam Hüseyin'e, fida olam Hüseyin'e, kerrar oğlu Abbas'a. Kurban olam Hüseyin'e, kurban olam Hüseyin'e. بمناسبة ذكرى العاشر من محرم الحرام، ذكرى واقعة الطف الأليمة التي استشهد فيها سيدنا الإمام الحسين عليه السلام وذريته، أعزي الأمة الإسلامية جمعاء، وأعزي مراجع الدين الكرام والسيد القائد العام للقوات المسلحة بهذه الذكرى الأليمة. حقيقة قيادة فرقة المشاتق 15 والقطعات الملحقة بها أمنت الزيارة لهذا اليوم، حيث تم وضع خطة محكمة بالتنسيع مع مديرية شرطة تل أحفر والقطاعات الأمنية اللي موجودة في تل أحفر من الحشدين الشعبي والعشائري، حيث تم وضع خطة محكمة من الداخل والخارج لتأمين الزيارة للمواطنين الذين انطلقوا من بيوتهم في ساعة مبكرة من هذا اليوم، رجالاً وشباب ونساء وأطفال متجهين إلى الإمام خضر الياس لإداء هذه الزيارة. تميزت هذه الزيارة هذا العام باشتراك كافة طوائف الشعب العراقي، هذا يدل على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد. إمام حسين دائما موجود، يعني نجدد كل أرض كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. حقيقة عند التلفزيون نرى باختصار بتون من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال بو عاشوريو شيليلر مواكب وبليسي بو يماغ فبهابر نيغد يخ إمام حسين نشيس حرارة في قلوب المؤمنين يتماس أزلار هب لحاول الله ذا أزن تمسيل مغا الله عز وجل وزنها ولا نرد فهب لها ولا نرد قلمز يعني طلفارلارا ما شاء الله بجون طلفارلارن برموقف جدا مشرف موقف لاروار يمكن آلاف مؤلفة جورديس إمام سعد خضر الياز يرد لار فبندق جوردم وزلان يعني ما شاء الله آلاف مؤلفة ده يعني الدلمز عاجز ده وصفه لمغا بإمام حسين مناسبة سنة بقالر هبلة إلى قيام الساعة. عند حاليا ما بزبر ده بخيمة ده وتردغمز ده قال ده جوزال عرب لار برضا غنامة وار يزت لار قالبته فبر مشاركة شوخ يعني إمام حسين جمع لي كامل عالمه يخ بس إسلامه كامل لأنه يعني أبو الأحرار ده بو جون أحرارارن جنون ده. طبعا بزم شوخ قدم اليوخ شكر تقدير إلى الأجهزة الأمنية قادة وآمرين ومراتب الحشد المقدس. طبعا بها أولدنا دنو عدة مؤتمرات أولد سواء في قيادة عمليات أو في قيادة الشرطة مديرية الشرطة وحتى يانمز ضب مناسبة دنو ترى فإن شاء الله نجح لاد إثبت لاد نجاحا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. بجن الحمد لله جوريسس مشاية شختهرك شيء وننسى سبحتن جن شخ مامش عشرة محرم 1443 شخبت مشاية خمسة توجهي ليبت مرقد سعد بن عقيل
طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دي آخرتا خم جوزلر أغلر إلا أج جوز أغلماس برسي إمام حسين يغلر ومشايلر خمسة شخبطلا قدشوك بيوك مواكب حسينية يمخوى الزعليان مواكب زناجيل كوسك نوران يغليان أوري وجه لانبت قصد لار أولا الله سبحانه وتعالى ثانيا أبو عبد الله الحسين ولمصيبة أبو عبد الله الحسين إمام حسينين مصيبات قرضش لار شغب يكتب وليادة خنب ملك لار خنب قائد لار يغشايدة إني كمسة على مبي لو أحد اليماز إمام حسين كم عليه السلام بس غالب قرضاش إشن دبر بيوك مهم نقطوار بيل خاصة بيل خمت لفار لرش خبتم سن شعاع حتى يزت لر قالبت عرب لر قالبت أطرفتن عرب لر قالبت دي حسين كمسة عنن دا قبال والله حسين مصرمانن دا قبس حسين قاورن داقو بس حسين غيري مسلمانن داقو خم عالمن دم بيجن عاشورة جنودو ملاتمز بتون ترفاردان بينرجة أدم بردا ترفان çevresinden de Araplarda yazkalaşlarında katıldı toplandılar yarıştılar İmam Saat'ten bir yürüyüş var Hıdırez'e kadar bu da İmam Hüseyin'in münasebet şehit günü olmağında Peygamber Aleyhisselam dedi o kime oğlum Hüseyin ölmağında, kanında, ruhunda bir sıcak kalır ilk kıyamet gününe kadar. Risalet İmam Hüseyin büyük bir risaleydi. Zulme karşı adalete savunmak için, millet toplamak için barış ve sevgi. İmam Hüseyin'in bir mesajı var dünyaya. Zulme karşı adalet savunmaktı. Sevgi ve barışı sırtında durmaktı ya da savunmaktı. كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء محرم geçerli berri يعني سبحان الله بطلفر يعني خيرات تشوخت إن شاء الله مواكب حسينية قوات أمنية حشد الشعبي يعني هريل قريخ تغييرات أولية ير يردن قالي يزد خندن قالي غير يردن قالي عرب قالي خنب أمات قالي بمقاما إمام حسينين عاشوراسنا حاضر المغاست شهادنا بيل حج الشعبي يول إيلي بتخاص يول آيرا طبعا قوات الأمنية شارك ليبت خدمات دوار المعنية صحة بلدية كهرباء هم دائرة لار شارك ليبت برضا إن شاء الله الله تنستارو قلني اللار بنن أرتغولور عند أوتريدو يعني قلني إن شاء الله تغييرات إلى روغ من ناحية يعني بالناحية الصحية اتفاق إلى دغ مفرزة طبية تطمغ خيرين مرافق صحية للنساء والرجال إن شاء الله يعني خم خدمات غير رمغ إن شاء الله بابان كم غريات وركي إج قرخمانا دشمنان قلارم قلو جيلاسم حسينة كسكم قلخان سو فرصة من استارم وجانما آلالنان Düşman olursa adılar bassa Düşman olursa adılar bassa Ben salmanım Hüseyin'e Kurban olam Hüseyin'e Fina olam Hüseyin'e Kerran oğlu Abbas'a Kurban olam Hüseyin'e Kurban olam Hüseyin'e Fina olam Hüseyin'e Bir gün geldi kum taraflarım milleti يعني اشاق تشوك بيك اهل يعني الساعة 6 شفت بأمات حتى إمام حسين بر شيء قدم لها سنة بعلم دغ بلسن ترافر ده بر بيلا مقدس يروار حتى أنط ما سنة بأماتنا تعابنا إن شاء الله إمام حسين يلا كم سنة تعاب يتمس بس بو مناسبة خاطر شو 10 محرم هي لا دوغ سكز مفرزة طبية كامل سفرها بالغزلارن مع سيارات إسعاف هر مفرزة بالسيارة إسعاف ور 10 محرم برضان قالوا بس با إمام سعد تاني انطلاق إلى هذا الخمس قالوا لا بلا متش الله حفظ الله سن قوات أمنية وبتون عشائر رار خمس شارك لهذا كتشوكي بيجو نخاطرشو إمام حسين خاطرشو إمام حسين اللي أزي ملاته بلا سن جولان أصحاب الله خمس بجن كما فبس خمس تلافار خارج تلافاردان جلنات عرب سنة شعاء بتون خمس طبلان يزتلار عربلار خمس تركمانلار خم رحمزي ضحي لادوك إمام حسين خاطرشو
بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء استشهاد إمام حسين عليه السلام، قام قطاع اللافر بتشكيل مفارس طبية البالغ عدد 11 مفرزة طبية في مختلف مناطق في قضاة اللافر لتقديم خدمات صحية للزوار، حيث قامت هذه المفارس بتقديم علاجات وكذلك بضماد عدد معين من الزوار. إمام حسين سلام الله عليه تشهد إلى ذي أول شيء مظلومية خاشو على من مظلومية خاشو. إكنجي أوزي فاطمة الزهرانين أغلظة. فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. بس برضا جلم دا زيراء بخضر اليزاء لأن خضر اليز برمقام دا برضا أوزي حي يرزق. ألمي بعظم عندي جسي بري بزياريا بخارتي سنجاردان يزدلر. يزيدلر جلبت بجون تعزية عربلار يزيدلر خم شبكلر غيرهن جلبتلر طبارلر جلبت لبريو تعزية وليو لبردان بجوزل فاطمة الزهرية. والله بزم حاضر المغمس بز مجموعة من الطلاب يعني خريجين وإن شاء الله جدًا يلدن بشلاضو بخدمية خدمة أول دن بشليبو بس كج يعني مجموعة من الشباب خريجين جدًا يلدن بشليبو والحمد لله إن شاء الله جلن يلرخ بشلار خصلمانه وير مغمس بزم لفادة شربات مزور نوختنا صمون مزور إمام حسين خير نادم النار خمسة بس بيجون حاضر ولدو مزار خضر اليزداء طلع فرضة تقديم خدمات قدم لي إن شاء الله زوار أبو عبد الله الحسين مناسبة واقعة الطف طلع فرضة طبعا ما شاء الله شوخت جل النار قراء طلع فاران يا أخونا نا وطيب طالنا يعني خم يزدان جل النار ده شوخت ما شاء الله إذا بلدغم شيء قصر رماد إن شاء الله بالتنسيق مع مستشفى الأحفار وقطعت الأحفار طبعا بزم بقدم لها دغمس طبر يا النار واردة خمس سنين كل أسند قانا مخواردة يرتق واردة إذا بلدغمس تكتوغ إذا بلدغمس ضمد لادوغ عالج لادوغ تنسيق بعد سندخ إحالي لادوغ إلى مستشفى الأحفار حالة إحالة مالو النار بعد سندغ در من قدم لادوغ طواريع إلى جحت جول النار. سلام olsun سنة أي شهيدلرن شاهة دستاني هر زمان عاشورا günü okunur. Kabul edilen trafer içerisinden benim salamım Galip Sto ve benimce olan kameramen Taha Yasin Aşuroğlu ve montajda Hasan Muradoğlu. Allah'a sumarladım.